فالمدربين يعني احنا ليه ما عندناش ثقه في يعني في المدربين المصريين يعني. فاحنا قلنا الدكتور اشرف بيقول له هتعمل ايه؟ قال لي لا يا فندم احنا ان شاء الله مش هنجيب مدربين اجانب تاني وهنكتفي بالمدربين المصريين ولازم ندي الفرصه النتيجه واحده. من حوالي 5 سنين وبالتحديد في يوم 13 يوليو 2019 أكد السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية خلال ردوده على الأسئلة اللي توجهت ليه في الفقرة الحوارية اسأل الرئيس اللي تم إقامتها على هامش فعاليات مؤتمر الشباب وقتها إن مصر مش هتتعاقد تاني مع مدربين أجانب وإن لازم ندي فرصة للمدرب المصري عشان النتيجة كده كده واحدة. الرئيس قال وقتها إن لو عندنا فرصة ندور على النجباء هيكون عندنا 1000 أم كلثوم وأكتر من عظيم في كل قطاع، لو عملنا ده في كل قطاع هنقفز قدام لسنوات. إزاي مصر ما فيهاش 1000 لاعب محترف لحد دلوقتي؟ عشان يجي العميد حسام حسن وجهازه الفني واللاعبين بعد 5 سنين بيأكدوا إن الرئيس كان رهانه على المدرب الوطني كسبان، خصوصاً بعد الملحمة والمباراة العظيمة اللي قدمها المنتخب الوطني قدام بوركينا فاسو من شوية في تصفيات كأس العالم واللي قدر منتخبنا إنه يفوز فيها بأداء ونتيجة أكتر من رائعة، ويقرب خطوة كمان من حلم الوصول لمونديال أمريكا والمكسيك وكندا 2026. وعشان يأكد حسام حسن على إن رهان الرئيس على الكوادر الوطنية كان هو فعلاً الرهان الكسبان.